هنسيب بوابة الأهرام ونروح معاكم لموقع المصري اليوم ونقرأ خبر وزيرة الصحة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة للقاح كورونا الأحد المقبل. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عام لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية. أشارت الوزيرة إلى تخصيص 40 مركز لتلقي المواطنين اللقاح بال 27 محافظة على مستوى الجمهورية بيتم توزيع اللقاحات بها تدريجياً، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.